كيف أن يعني المؤسسة التي يناط بعهدتها الدفاع عن مصالح الدولة يعني تكون خاضعة إلى السلطة الرئاسية لكتابة الدولة. يعني هذا يعني غير معقول. إذن هي نحن حتى المحاماة يعني المحاماة اللي هي يعني مهنة حرة وتدافع عن حقوق الأفراد هي مهنة مستقلة وهي شريك في العدالة، ونحن مع إنه المحاماة تكون مهنة مستقلة، ولا يمكن للمحاماة أن تكون مهنة غير مستقلة. إذن كيف يمكن أن يكون المدافع محامي الدولة يعني غير مستقل؟ إذن هذا من باب أولى وأحرى بطبيعة الحال، لابد أن تكون يعني هذه المؤسسة مؤسسة مستقلة لضمان نجاعها. هي الاستقلالية هنا ليس امتياز سوف يمنح لمؤسسة المكلف العام لنزاعة الدولة، وإنما هو ضرورة من أجل أن هذه المؤسسة تطلع بدورها الأساسي في الدفاع عن مصالح الدولة. إذن يعني هذه مشكلة الاستقلالية كما يعني أراها. فأنتم تعرفون جيدا أنه المكلف العام بنزاعات الدولة يعني هو يدافع عن كل مؤسسة الدولة، عن كل الوزارات دون استثناء، وبطبيعة الحال يعني هذا يتناقض، وأنه يكون ليس خاضع حتى لمؤسسة يعني لكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وإنما حتى لغيرها من المؤسسات. تعرفون حينما يتعهد المكلف هو ثم عائق كبير، هو أنه وهذا لابد من معالجته في المستقبل، انه المكلف العام بإنزاعة الدولة لا يتعهد من تلقاء نفسه يعني لإثارة الدعاوى والتتبع، ولكن تقع تعهيده. في البداية انا لما اشرفت على المؤسسة كان النقاش يعني نظري مع هيئة الحقيقة والكرامة بغاية اختلافات في التعاطي مع النصوص، في فهم النصوص إلى آخره، وتوفقنا في تجاوز ربما العديد من الإشكاليات ذات البعد النظري، وانتقلنا إلى مرحلة يعني وضعنا خطة للعمل بلان داكسيون، وبدينا يعني نتعاطى مع الملفات وحلينا تقريبا كل الإشكاليات المتعلقة بهذه الخلافات، يعني وصلنا إلى حل مشترك وبدينا نتقدم، وضعنا الملفات يعني على طاولة البحث، وبدينا على طاولة يعني النقاش، وبدينا نتعاطى بشكل يعني جيد مع هذه الملف بطبيعة الحال دائما في إطار ما يحفظ حقوق الدولة التونسية، وبدينا نتقدمه يعني بشكل جدي، ويعني تقريبا حققنا تقدم يعني واضح من حيث التعاطي مع هذه الملفات، سواء ملفات الانتهاكات حقوق الإنسان أو ملفات انتهاكات يعني المالية والاقتصادية، و يعني بكل أسف يعني إن شاء الله يكونوا يعني على الأقل يقع السويفي متاع المسار هذايا، لأننا نعتبره إحنا بطبيعة الحال مسار العدالة الانتقالية في تونس مهم جدا، ونجاحه بطبيعة الحال كما كنت أذكر منذ حين هو يعني مرتبط بنجاح الدولة التونسية واستحقاقات يعني الثورة التونسية. إلاء المكلف العام بنزاعات الدولة الأهمية اللازمة وتمكينه من يعني الإمكانيات الضرورية المادية والبشرية والتشريعية اللازمة، هو لا يمكن في نهاية الأمر إلا أن يعبر عن عدم وجود إرادة سياسية واضحة في فتح هذا الملف وفي مكافحة يعني الفساد.